الكتابة أحد أعظم إنجازات البشرية، هي الجسر الذي نقل المعرفة عبر العصور. قبل ظهور الكتابة كان الناس يعتمدون على الرواية الشفوية لنقل القصص والمعرفة، لكن الحاجة إلى توثيق الأمور أصبحت ضرورة ملحة مع تطور المجتمعات. أول دليل على الكتابة يعود إلى السومريين في بلاد ما بين النهرين حوالي 3400 قبل الميلاد، حيث استخدموا نظاماً يسمى الكتابة المسمارية. كانوا ينقشون الرموز على ألواح طينية باستخدام أداة خشبية أو معدنية. هذه الرموز كانت في البداية عبارة عن صور بسيطة تعبر عن الأشياء، لكنها تطورت بمرور الوقت إلى رموز تمثل الأفكار والمفاهيم. في مصر القديمة تطورت الكتابة الهيروغليفية حوالي عام 3100 قبل الميلاد. استخدم المصريون رموزا معقدة تمزج بين الصور والأحرف الصوتية، ونقشوها على جدران المعابد والمقابر، وكذلك على ورق البردي الذي يعتبر أحد أوائل أشكال الورق في التاريخ. أما في الصين فقد بدأ نظام الكتابة الصيني حوالي عام 1200 قبل الميلاد، وكان يعتمد على رموز تمثل الكلمات والمفاهيم. هذه الكتابة كانت منقوشة على عظام الحيوانات وصدف السلاحف، فيما يعرف بعظام الأوراكل، وقد تطورت تدريجيا لتصبح ما نعرفه اليوم بالنظام الصيني المعقد. واحدة من أهم نقاط التحول في تاريخ الكتابة كانت الأبجدية الفينيقية التي ظهرت حوالي 1050 قبل الميلاد. هذه الأبجدية كانت بسيطة مقارنة بالنظم السابقة، حيث اعتمدت على رموز تمثل أصواتا بدلا من الأفكار أو الصور. هذا الابتكار جعل الكتابة أسهل وأسرع للتعلم والانتشار، وأصبحت الأساس للأبجديات اليونانية واللاتينية التي أثرت في لغات العالم الحديث. مع مرور الزمن استمرت الكتابة في التطور. خلال العصور الوسطى في أوروبا كانت الكتب تكتب باليد في الأديرة، وكان استنساخها عملية بطيئة ومكلفة. ومع ذلك حدثت ثورة في الكتابة في القرن 15، عندما اخترع يوهانس غوتنبرغ الطباعة بالحروف المتحركة في عام 1440. هذا الاختراع غير العالم، حيث جعل الطباعة أسهل وأكثر انتشاراً، وأدى إلى ازدهار المعرفة وبدء عصر النهضة في أوروبا. بالإضافة إلى ذلك اخترع الصينيون الورقة في القرن الثاني الميلادي، وقد ساهم هذا الاكتشاف في جعل الكتابة أسهل وأكثر عملية، حيث حل الورق محل المواد الصعبة مثل الحجر والطين. مع الوقت انتشر الورق إلى العالم الإسلامي وأوروبا، مما ساهم في نشر المعرفة والثقافة. اليوم نجد أن الكتابة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، سواء كنا نكتب على الورق أو نستخدم الأجهزة الرقمية. تطورت الكتابة من كونها نظاماً لتسجيل المعاملات التجارية إلى أداة تعبير معقدة تستخدم لنقل الأفكار، المشاعر والمعرفة عبر العصور. ومن المدهش أن كل هذا التطور كان نتيجة لحاجة الإنسان الأساسية للتواصل وتوثيق تجربته الإنسانية. الكتابة ليست مجرد رموز على ورق، إنها الأساس الذي بنيت عليه الحضارات، ومن دونها كانت العديد من جوانب حياتنا الحديثة لتظل في طي النسيان. شكرا لكم على المتابعة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من الفيديوهات عن تاريخ البشرية.